السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وأحبابنا، طلاب أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن something's called prefixes، حاجة اسمها بادئة. إيه يا مستر البادئة دي؟ البادئة دي عبارة عن مقاطع بتضاف في بداية الكلمات أو في أول الكلمة عشان تدينا معنى تاني أو بتغير معنى الكلمة دي. إحنا هنتكلم النهاردة في الحلقة دي عن البريفكسز اللي هي البادئة أو المقاطع اللي بتدينا عكس الكلمة، يعني الأوبوزيت أو الأنتروم، المضاد أو العكس للكلمة. أول مقطع معانا أو أول بريفكس أو البادئة معانا اسمها أن، اليو أم. أنا بستخدم أن عشان تدينا عكس الكلمة، زي مثلا كلمة happy أو unhappy، lawful اللي هو يعني قانوني، unlawful يعني غير قانوني. إذا أن تعتبر prefix، ليه؟ لأنها جت في أول الكلمة وبتدي ال opposite يعني العكس أو ال antonym اللي هو المضاد أو العكس برضو. المقطع الثاني أو ال prefix الثاني بسميه M، زي مثلا patient أو ال impatient يعني صبور غير صبور، أو ال possible يعني شيء ممكن، impossible يعني شيء مستحيل أو غير ممكن. فإم برضو بريفكس بيدي الأنتروم يعني العكس أو المضاد. كمان عندنا إر، الآي آر، أو مثلا ريجولر، إيريجولر يعني منتظم وغير منتظم، ريسبونسبل يعني مسؤول أو على قدر المسؤولية، أو الإيرريسبونسبل يعني ليس على قدر المسؤولية أو غير مسؤول. فبرضو البريفكس أو المقطع إر بيدينا الأوبوزيت أو الأنتروم العكس او المضاد. كمان عندنا البريفكس ال اللي هو الاي ال برضو بيدينا العكس، زي مثلا كلمة legal او illegal يعني قانوني وغير قانوني او شرعي وغير شرعي، logical يعني منطقي او illogical يعني غير منطقي. فالبريفكس ال ده بيدينا الاوبوزيت برضو او الانترم بيدينا العكس او المضاد. كمان عندنا بريفكس تاني اسمه this، D-I-S، زي كلمة appear بمعنى يظهر أو disappear بمعنى يختفي، أو مثلا honest يعني أمين، dishonest يعني غير أمين. فكلمة this أو البريفكس البادئة this بتدينا برضو الأنترم اللي هو المضاد. كمان عندنا البريفكس N، I-N، زي كلمة correct أو incorrect يعني صحيح وغير صحيح، expensive inexpensive يعني غالي وغير غالي او رخيص. فكلمة in او البريفكس المقطع in بيدينا برضو الاوبوزيت او الانتروم العكس او المضاد. واخر بريفكس معانا او اخر بادئة معانا اللي بتدي العكس هي non، المقطع non، او مثلا renewable يعني متجدد، non renewable يعني غير متجدد، مسلم يعني مسلم او non مسلم يعني غير مسلم. اذا كل البريفكس دي او البادئه اللي احنا اتكلمنا عليها تعتبر مقاطع تضاف في بدايه الكلمه to give the opposite or the antonym، يعني بتدي العكس او المضاد اللي هي طبعا ان ار ام ال ان ديس اند نون. وبكده كنا اتكلمنا عن البريفكسز اللي هي البادئه او المقاطع اللي بتيجي في اول الكلمه to give the opposite or the antonym، بتدي العكس او المضاد. وبكده خلصنا حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.